ولذلك يجب أن نستعيذ بالله من أن نصنع تصرفا يرضي عنا اليهود أو النصارى، لأن معنى أنني أتصرف تصرف يرضي اليهود ولا النصارى أنني بحكم الله علي تبعت ملتهم، لأنه قال لن ترضى حتى تتبع ملتهم، لن ترضى حتى تتبع ملتهم، فنعوذ بالله أن نكون منهم محل الرضا. ويجب أن تفرقوا بين الرضا وبين التعايش، فيه فرق بين الرضا وبين التعايش، لأن التعايش يقتضيك أن تتحمل فعل قالب ولكن لا بحب قلب. نعم، لا بإيه. والرضا إيه؟ إذن ما هو الرضا؟ أن تقبل فعل القالب بحب القلب اللي يحصل أنت عشه وحبه، إنما تتعايش نقول له لا، أهو يعمل العمل أنا مش راضي عنه، إنما عشان نتعايش يبقى. ولذلك كان عهده صلى الله عليه وسلم مع اليهود لا رضا من اليهود عليه ولا رضا منه على اليهود، وإنما كان تعايشا فقط، كان إيه؟ تعايشا فقط، لأنه ما كان لرسول الله أن يفعل فعلا ترضى عنه به اليهود، لأنه إن رضيت اليهود عن واحد فليحكم بأنه فارق ملة الله. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يبقى إذن يجب أن نفرق بين رضا. ما هو الرضا؟ الرضا هو أن تقبل فعل القالب بحب القلب، وقد تقبل فعل القالب تعايشا لا حبا. ولذلك يجب أن تتنبهوا إلى أننا قلنا سابقا أن الحق سبحانه وتعالى قال في قوله وإن جاهداك للأب والأم على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا التعايش، والمعروف تصنعه مع من تحب ومع من لا تحب، لكن الود لا، مع من تحب بس. ولذلك قلنا إياكم أن تفهموا كما يقول بعض المستشرقين إن في بعض الآيات القرآنية تعارضا، والذي يجعل المسلمين يغفلون عنه أنهم ينظرون إلى القرآن بقداسة، ولولا هذه القداسة لأمكنهم أن يستقبلوا آيات من القرآن يقولوا فيها تعارض، وجابوا هذه الايه صاحبهما في الدنيا معروفة. ثم جاء لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ايه آباءهم. قال لك بيقولك آباءهم، طب ما بيقول وصاحبهما في الدنيا ايه؟ نقول له يا غبي افهم أن الصحبة بالمعروف غير الود بالقلب. الصحبة بالمعروف تصنعه مع من تحب ومع من لا تحب، أما الود فلا تصنعه إلا من تحب. فاصنع مع أبيك المعروف تعايشا، إنما قلبك ما يبقاش إيه؟ ما يبقاش إيه؟ ما يبقاش وياه. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم حين عاهد اليهود أو عاهد غيرهم إنما لم يكن راضيا عنه، إنما متعايش لحد ما تيجي إيه؟ ظروفه خلاص. ولكن الإنسان المؤمن يستعيذ أن يكون محل الرضا من هؤلاء أبدا، لأنه إذا كان منهم محل الرضا يبقى الحق يقول كلاما لا ينقض، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى إيه؟ تتبع ملتهم. فنعوذ بالله أن يرضوا إيه؟ ولكن ما فيش مانع يتعايشوا، إنما كل واحد افهموا بالدقة.